السلام عليكم، معكم هشام عاطي اللي هو منخرط في ودادية بيرلا أندلسية. المشروع ديال مشروع بيرلا أندلسية الودادية السكنية أندلسية. حنايا هاد المكتب هذا اللي كنعتبروه واحد حتى هو من مافيا العقار اللي كاينين في المنطقة، لأنهم كيف تنعرفوا أن عندهم جوج تاع الوداديات هناك، وما عندهمش غير جوج ديال الوداديات، عندهم وداديات كثيرة. عندهم ودادية في سيدي رحال، عندهم ودادية في بني ملال، يعني هادو ما بقاوش يعني ناس جاوا على أساس ودادية غادي يستافدوا منا هنا وغيكونوا حتى هما منخرطين غيستافدوا غيمشيو في حالهم. لا، هادو ناس طاحت عليهم هاد الفكرة ديال العقار، ولكن ما عندهمش راس المال، دونك التجأوا لهاد الوداديات هادو اللي كاين واحد الفراغ قانوني واللي كنحمل المسؤوليه الكبيره للدوله، لان مخليه داك المجال مفتوح من هبه ودب كيجي. حنا تنعرف هذا المكتب ديالنا، حنا كيتكون من 4 ديال الاشخاص، 3 منهم موظفين عموميين، ناس كانت عاديه، ما هذا ناس واحد منهم موظف ايشيل 5 في الجامعه، ولا راكب على مرسيدس كلاس اس كدير 80 مليون. يعني من اين لك هذا؟ واش الناس ما هاد الدوله ما فيهاش ما كاين لا مراقبه لا والو؟ ناس جاوا حطوا بانو تمايا مكتب البيع، حتى دونا نعاهم عاد حيدوا مكتب البيع وداروا مكتب، انا كنسميه مكتب استقبال الضحايا. هاد الموظفين العموميين اللي هما يا 3 اسوا هاد الوداديات هادو. حنا ماشي ضد تاسيس الوداديه ولا لا، ولكن يكون غير المعقول. انا كنشوف ان كاين معنا واحد في المكتب الوداديه، معنا قاضي رئيس محكمه سابق كيتواجد في المكاتب بجوج، لا ديال الوداديه ديالنا، لا الوداديه ديال اندلسيه بيت اللي هي وداديه بن مسيك، وكان كيتواجد هو نفس الشخص كيتواجد في وداديه اخرى سميتها وداديه ايمن اللي دارت شراكه مع الوداديه ديال بن مسيك. انا غنهضر على المشروع ديالنا حنا. هاد القاضي هذا، انا ولو انا ملي سمعت في الاول راه وداديه فيها قاضي، انا استبشرت خير، بلا قلت واه هاد الناس غادي يكونوا مزياني. انا هو اللي شنو اللي زعمني باش ندخل لهاد الوداديه، ان كاين تواجد قاضي وكيقول لك محكمه فيها قضاة، راه ما غاديش نضيع، يعني حقي ما غيضيعش وغنكون مع ناس. لكن في الاخير تفاجئت بان هاد السيد هذا هو كيتماطل علينا، قال لك قالنا بان التسليم غيكون من هنا لثلاث سنين. دابا دفعنا حنايا منخرطين من 2013 لدابا راه 2021، المشروع ديالنا كيتكون من 3 اسطر. الشطر الاول تسلم واحد الظروف كارثيه، لاستيب واقفه، يعني هذيك لاستيب الماء ديالها فين غيمشي؟ غيمشي للبحر. اش غيوقع للبحر؟ غيتلوت.